السلام عليكم. تشهد مدينة جنيف السويسرية حاليا انعقاد الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان، وعلى هامش الانعقاد نفذ التحالف اليمني لرصد الانتهاكات في اليمن مؤتمرا صحفيا أعلن فيه خلاصة ما وثقه من جرائم وانتهاكات خلال الفترة من يناير وحتى يوليو من العام الجاري. نتوقف مع هذا الموضوع لنناقشه في محورين: حالة حقوق الإنسان في اليمن والأبعاد القانونية لاستمرار الانتهاكات، الجهود القانونية المحلية والدولية في مواجهة كل هذه الجرائم. انتهاكات طالت الإنسان وكل أشكال الحياة بهذه العبارة لخص تقرير التحالف اليمني لرصد حقوق الإنسان حالة حقوق الإنسان في اليمن. انتهاكات مستمرة وبالجملة تشهدها مناطق الصراع الملتهبة كتعز على سبيل المثال للحصر، إذ لا يمر أسبوع إلا وتشهد المدينة مجزرة يكون الأطفال والنساء أبرز ضحاياها جراء القصف الممنهج للأحياء السكنية. بالتوازي تستمر أعمال الاختطاف والإخفاء القسري وما يليه من جرائم بحق المختطفين تصل حد القتل بالتعذيب. كل هذا وأكثر نتابعه في التقرير التالي، ومن ثم نبدأ النقاش. مرة أخرى تجد الحكومة الشرعية والتحالف نفسيهما في مواجهة ضغوط دولية لتعيين لجنة مستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، فقد هيمن مطلب تشكيل هذه اللجنة على مناقشات الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حاليا في جنيف، مطلب وصفه حقوقيون يمنيون بأنه يخفي أجندة سياسية هدفها ممارسة الانتقائية التي تتجه نحو إدانة التحالف وعملياته العسكرية فقط، وليس محاسبة الانقلابيين عن انتهاكاتهم التي لا تحصى ضد المدنيين منذ انقلابهم على السلطة الشرعية في سبتمبر 2014. ومع ذلك أنجزت اللجنة الوطنية عملا كبيرا في الرصد والتحقيق وجمع المعلومات. تصميم حكومي على استمرار تفويض اللجنة الوطنية للتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان التي شكلها الرئيس هادي قبل عامين، ودفاعا عن الدور الذي تؤديه ولا تزال خصوصا في مجال الرصد والتحقيق وجمع المعلومات. وزير حقوق الإنسان محمد عسكر أكد أن اللجنة الوطنية لم تعد تتلقى الدعم المادي والتقني من المفوضية السامية كما نصت عليه القرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان في دوراته السابقة، وطالب الوزير عسكر المفوضية السامية بنقل مكتبها من صنعاء إلى عدن ليتسنى للحكومة التعاون مع المفوضية والاستفادة من الدعم الفني الذي تقدمه. قائدة التحالف العربي وعبر سفيرها في جنيف رأت أن الوقت ليس مواتيا لإجراء تحقيق دولي مستقل في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن امتثالا لطلب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان. سفير المملكة شكك في صحة الأرقام التي وردت في تقرير المفوض السامي بخصوص ضحايا الحرب، وما حمله التقرير من اتهامات واضحة بتحمل التحالف وحده المسؤولية الأكبر عن سقوط ضحايا مدنيين في هذه الحرب. لم تغادر هولندا موقعها في هذه المعركة، وهذه المرة انضمت إليها كندا على نحو يبقي هذه المعركة مفتوحة لدورات قادمة، ما يضع اللجنة الوطنية الحكومية أمام تحدي الاستمرار في مهمتها في ظل تصعيد الضغوط بمصادرة دورها القانوني والحقوقي في بلد تعصف به الحرب حتى اليوم. حياكم الله مشاهدينا، ونبدأ هذه الحلقة مع مطهر البريجي المدير التنفيذي للتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان. مساء الخير أستاذ مطهر. مساء الخير، أهلا وسهلا. مرحبا بك أستاذ مطهر. كان لكم تقرير عرضتموه على مجلس حقوق الإنسان في دورة 36 الذي تضمن العديد من الانتهاكات التي تطال المدنيين في اليمن، كيف وجدتم مجلس الأمن في التفاعل لهذا التقرير الذي رصدتموه وقمتم باستعراضه في مجلس حقوق الإنسان؟ شكرا جزيلا. التقرير الخاص بحالة حقوق الإنسان الذي يرصد ويفند انتهاكات حقوق الإنسان خلال الفترة من 1 يناير وحتى 31 يوليو للعام 2017 أشار بشكل واضح أو فند بشكل واضح كافة الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها أطراف النزاع في اليمن، وهذه تعتبر انتهاكات
منطق القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. ودعني في هذه النقطة أو في هذه البداية أن أشير إلى أن جماعة الحوثي صالح تصدرت قائمة المنتحكين بما نسبته 83% من إجمالي الانتهاكات طبقا للأرقام والإحصائيات الموثقة من فريقنا الميداني. ونتيجة لعمليات القصف الممنهج للأحياء السكنية وغيرها وخاصة في محافظة تعز. نعم. حيث تأتي محافظة تعز في صدارة المدن الأكثر انتهاكا. نعم. أستاذ مطهر يعني مع هذه المعلومات المهمة التي ذكرتها وربما قد وصلت من خلال تقريركم الذي يعني نشرتموه، لكن الأهم هو كيف وجدتم مجلس حقوق الإنسان في التفاعل مع ما تنشروه وما ترفعوا لهم من تقارير من ضمن من الانتهاكات التي تطال المدنيين في تعز وفي عموم اليمن؟ هذه نقطة مهمة جدا. يعني دعني أقول لك أنه اليمن تتصدر اهتمامات الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان، أولا من حيث الفعالية وثالثا من حيث النقاش الجدي والهام. لك أن تتخيل أن من قائمة فعالية المجتمع المدني على هامش الدورة بحدود 21 فعالية خاصة باليمن، وهذا يعتبر أن المجتمع المدني مهتم جدا باليمن، ناهيك عن أن الجلسة الأولى شهدت تقرير المفوض وذكر فيها قضية باليمن وإن كان اهتمام سلبي. نعم. ما يهمنا أنه صوتنا يصل وصوت الضحايا والمنتهكين يصل إلى المحافل الدولية من ضمنها مجلس حقوق الإنسان، المنظمات الدولية الحاضرة على هامش هذه الدورة تتلقى نسخ من هذه التقارير وتكون مطلعة على صورة ما يحدث من انتهاكات قسيمة لحقوق الإنسان في اليمن. أستاذ طاهر، لكن ما قيمة هذا الاهتمام إذا لم يترجم على الواقع بضغوطات بعقوبات تفرض على الانقلابيين أو الذين يرتكبون هذه الجرائم؟ دعني أشير إلى نقطة مهمة جدا وهي أن المجتمع المدني المجتمع الدولي لا نحن لا نعول عليه كثيرا، بدليل أنه هناك عدد من القرارات الصادرة، يعني في 3 قرارات صادرة من مجلس حقوق الإنسان وحوالي 3 قرارات صادرة من مجلس الأمن أهمها 2016. هذه القرارات لم تنفذ حتى اللحظة ولم يتم الضغط على ميليشيا الحوثي وجماعة الحوثي والرئيس السابق صالح بتنفيذ هذه القرارات، ولكن نحن ما يهمنا الآن في المجتمع المدني أن نكون صوت للضحايا والمنتهكين وأن نوصل أصوات هؤلاء الضحايا وانتهاكاتهم إلى المجتمع الدولي لتقديم هؤلاء المنتهكين للعدالة على سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي عاجلا أم آجلا. هذه النقطة اللي نحن نعمل على العمل عليها كمجتمع مدني مستقل. نعم. طيب أستاذ مطهر، تكرم البقاء معنا ونشرك معنا في الحديث الأستاذة حورية مشهور وزير حقوق الإنسان الأسبق. مساء الخير أستاذة حورية. مساء الخير، حياكم الله. مرحبا بك أستاذة حورية. شاركتم في أكثر من مؤتمر وفي أكثر من فعالية في حقوق الإنسان، تعرضون من خلال هذه المؤتمرات والفعاليات الجرائم التي تطال اليمنيين من انتهاكات تقوم بها ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع في اليمن، لكن لا توجد هناك أي استجابة فعلية تنعكس على الواقع كضغوطات فعلية كفرض عقوبات على هؤلاء المنتهكين من أجل الحد منها وإيقافها. صحيح هذا الكلام، هناك تباطؤ من المجتمع الدولي، لم يستطع حتى الآن أن يقدم الكثير في هذا المجال. على سبيل المثال موضوع المعتقلين وموضوع المخفين قسريا، على أقل تقدير منظمات الأمم المتحدة مثل الصليب الأحمر هي مسؤولة أيضا عن توصيل العائلات الأسر بذويهم المعتقلين والمختصين، لكن حتى الآن حقيقة لم يستطيعوا. بنفسه المبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن السيد ولد الشيخ لم يستطع أيضا أن يقنع الجماعات الإنقلابية بأن يصل إلى المعتقلات هذه وأن يرى المعتقلين والمختطفين. هذه إشكالية كبيرة، لكن الحقيقة هو ملف غير مسكوت عنه. نحن كنشطاء حقوق الإنسان، كمنظمات مجتمع مدني، كمنظمات دولية أيضا معنية بهذه الانتهاكات الخطيرة في حقوق الإنسان، سنظل نتابع وسنظل نضغط. هي في الأصل هي ميليشيات، هي كل أفعالها وأعمالها خارج عن النظام والقانون، فماذا تتوقع؟
نعم. وهذه الأعمال هي يعني من الجرائم الخطيرة، من الجرائم الجسيمة، حينما يتم اعتقال صحفيين أو نشطاء حقوق إنسان، أشخاص مدنيين ليس لهم علاقة بالصراع، لا يحملون السلاح، لم يرتكبوا أي جريمة، فهذه جرائم خطيرة وانتهاكات خطيرة جدا في لحقوق الإنسان. نعم. هل أصبحت الصورة واضحة أستاذة حوريا بالنسبة للمجتمع الدولي لحجم الانتهاكات التي تطال المدنيين في اليمن؟ حقيقة الصورة واضحة، لكن يبدو لا توجد آليات بأيديهم فعالة أو عملية من أجل إنهاء المشكلة، من أجل المساعدة في حل هذا الموضوع. هم في الغالب يعني يتواصلون مع الحكومات ويتحدثون مع الحكومات إنها ينبغي أن تقوم بدورها، لكن نحن أمام وضع استثنائي، نحن أمام انقلاب وأمام انهيار مؤسسات الدولة، أمام حكومة ما زالت ليست لديها المقدرات الكاملة في تفعيل مؤسساتها، القضاء، النيابة، المحاكم، أمام وضع حقوقي، أمام وضع قضائي لا يساعد الحقيقة في أن نقوم بمعالجة هذا الملف. ولهذا نلجأ إلى المجتمع الدولي، لأنه حينما تستنفذ الوسائل الوطنية في معالجة أي مشكلة نلجأ أيضا للمجتمع الدولي للمساعدة لإنفاذ المواثيق الدولية التي عمليا هو ملتزم بها ويتابع السلطات المحلية والحكومات المحلية في إنفاذها. إذا لم تكن المقدرة أستاذة حورية بيد المجتمع الدولي وحقوق مجلس حقوق الإنسان، إذا من بيده يعني القدرة على إيقاف هذه الجرائم وهذه الانتهاكات؟ نقول أيضا لأنه عمليا المنظمات المتحدة هي تكوينها من الدول، هي من الدول أعضاء في منظمة المتحدة. نقول أيضا إلى أنه الدول مؤثرة، عندك الولايات المتحدة، عندك الاتحاد الأوروبي، عندك كثير من الدول، عندك التحالف أيضا، التحالف العربي، مثل هذه لديها إمكانيات وتستطيع أن تضغط وتستطيع أن تمارس بعض الضغوط من أجل تحريك هذا الملف. لكن في حقيقة ما نريده الآن، نريد أن نصل إلى السلام، لأنه بالسلام سنطوي صفحة العنف، سنطوي صفحة الصراع وكل هذه المشكلات. السلام هو السيناريو الأفضل بالنسبة لليمن لمعالجة الملف الحقوقي. بالسلام وإرساء السلام نفتح هذه المعتقلات. نعم. كيف يمكن تحقيق السلام أستاذة حوريا؟ كيف يمكن تحقيق السلام ولا زال الانقلاب قائم وهو المسيطر على عاصمة البلد وكل المؤسسات الأمنية والعسكرية في البلد؟ لا شك لأنه الحكومة الشرعية هي قبلت خطة السلام، مشروع السلام المقدم من المتحدة، التحالف أيضا قبل مشروع السلام، والانقلابيين هم الذين يتعنتون، هم الذين يرفضون كل المبادرة السلمية ولا يقدموا أيضا مقترح، لا يقدمون مقترحات، فقط رفض ورفض مطلق لأي مشروع للسلام، لأي مشروع يفضي إلى السلام. ما يمكن أن نحصل أن يتم أيضا ضغوط كبيرة جدا على الانقلابيين، وأعتقد أنهم يعني طال الزمن أم قصر سيصلون إلى ذلك، لأنه الأوضاع في اليمن كارثية، الوضع الإنساني كارثي، الناس لا تستلم رواتبها، الحياة معطلة، الحياة العامة معطلة، كل شيء معطل في البلد، وهم الآن لا يستطيعوا أن يدفعوا رواتب الموظفين لأكثر من عام. حياة الناس أصبحت جحيم. نعم. المتطلبات الأساسية للحياة أصبحت معدومة أو منعدمة، يعني الغذاء، المياه، الدواء، التعليم، تأثرت كل جوانب حياة الناس. نعم. على الزمن أو قصر سننتهي إلى السلام، ولكن نريد ألا تطول الحرب والصراع، فنأمل أن يأتي السلام سريعا ومبكرا قبل أن تتعاظم خسائرنا، قبل أن تكبر المشكلة وتتعقد أكثر كما هو موجود في بعض الدول. نعم. أستاذة حورية، الوقت كل ما نعم.
أستاذة حورية، هل تعتقدي بأن هذه الجلسة الأخيرة ربما تحقق تقدما أو تحدث اختراقا ما في الانتهاكات التي تطال المدنيين في اليمن، ويتم يعني اتخاذ موقف حازم ضد الميليشيا الانقلابية التي تمارسها في اليمن؟ والله طرحنا في الجلسات المصاحبة لاجتماع الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان، طرحنا مسألة أنه ينبغي أن تتحول الأقوال إلى أفعال. الناس تعبت من الأقوال، تعبت من تكرار مثل هذه المسائل، الناس تريد أشياء عملية، تريد أشياء تلمسها يعني في هذا المجال. وأنا أمل أن مجلس حقوق الإنسان والدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان أن تخطو خطوات متقدمة في هذا الاتجاه، أن يتوقف الانقلاب، أن ينتهي الانقلاب وتنتهي تداعياته وآثاره السلبية على حياة الناس، هذا هو المطلوب. وكنشطاء حقوق إنسان، كمنظمة مجتمع مدني، نحن أيضا ندفع بهذا الاتجاه. نعم، شكرا جزيلا لك وزير حقوق الإنسان الأسبق الأستاذة حورية مشهور، كنت معنا عبر الهاتف من جنيف. وعودة إلى الأستاذ مطهر البديي، المدير التنفيذي للتحالف الأمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان. أستاذ مطهر، لا شك أن العمل الذي تقومون به، هناك أيضا عمل موازي يعني يدعم الميليشيا الانقلابية، وهناك أيضا بعض المنظمات الدولية أو المحلية التي تتماهى مع الإنقلابيين وتعمل في صفها. إلى أي مدى هم فاعلون في هذه المؤتمرات الدولية ويحاولون يعني تغييب الحقيقة التي تحصل داخل اليمن؟ شكرا مرة أخرى. هناك تواجد لعدد من المنظمات المحلية والدولية المعنية بالشأن والداعمة لجماعة الحوثي الإنقلابية، ولكن يعني أقول لك إنه يعني العمل يعني ليس هناك هذا التأثير الكبير بقدر ما هو العمل على أجندات مشتركة. يعني هناك بعض المنظمات المجتمع المدني الدولية تعمل بأجندة متوافقة مع اهتمامات المنظمات المحلية الداعمة، ولكن تأثيرهم ليس في التأثير الكبير بقدر ما هو بقدر أنه مجلس حقوق الإنسان بالأول والأخير، بالرغم أنه آلية من آليات الأمم المتحدة، ولكنه مجلس سياسي. نعم. تدخل فيه الدول بشكل كبير، والقرارات والتوصيات الناتجة عنه تخرج بضغوطات من الدول الكبيرة والمصيرة. نعم. طيب أستاذ مطهر، شارك معنا في الحديث الأستاذة هدى الصراري، عضو التحالف اليمني. أستاذة هدى، مساء الخير. مساء النور. أهلا بك أستاذة هدى، أنت كيف تتابعين هذه الجلسات الدولية في حقوق الإنسان ومدى جديتها في اتخاذ إجراءات قوية وصارمة ضد من يمارس الانتهاكات في اليمن؟ حقيقة هناك اهتمام كبير من خلال متابعتنا كنشطاء في منظمات المجتمع المدني، من خلال المشاركة في الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان. هناك اهتمام كبير من قبل البعثات الدبلوماسية الحقوقية، ومن قبل منظمات المجتمع المدني الدولي والمحلية في كافة الدول المشاركة في الدورة بالقضايا والانتهاكات التي تحدث في اليمن وبملف حقوق الإنسان بشكل عام. لكن ما يجعلنا أن نقوم به نحن كنشطاء في منظمات المجتمع المدني هو إبراز حالة الانتهاك التي يتعرض لها المواطنون بفعل الانقلاب الذي تعرضت له اليمن منذ 2014 إلى الآن، والحرب الدائرة في اليمن خلال 3 سنوات وما تابعها من انتهاكات كبيرة بحق الإنسان اليمني بشكل عام. وعلينا أن نحرك المياه الراكدة في مسألة الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنين. أيضا من واجبنا نحن كمنظمات مجتمع مدني وراصدين أن نقوم برصد كافة تلك الانتهاكات لنحرك المياه الراكدة لنوري للعالم حجم الانتهاكات. نعم. الذي يعيشه الإنسان اليمني بشكل عام. وعلينا أيضا الضغط على حكوماتنا وعلى المنظمات الدولية ومجلس حقوق الإنسان لإيقاف كافة هذه الانتهاكات التي تتعرض لها اليمن خلال 3 سنوات التي مضت من الحرب. نعم، كان هناك اليوم مؤتمر صحفي لمندوب الأمم المتحدة الذي زار عدن، وكان هناك مؤتمر صحفي. ما الذي دار في هذا المؤتمر، وأنتم يعني ما الذي يعني قدمتموه لمندوب الأمم المتحدة؟
نحن في تحالف رصد لمنظمة المجتمع المدني لدينا العديد من التقارير التي تم نشرها هنا في أو استعراضها في الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان، منها الوضع الإنساني الذي تعيشه اليمن أو ملف حقوق الإنسان في اليمن، كذلك مسألة قضية تجنيد الأطفال والاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري والمشاركة في العديد من الندوات والوقفات والفعاليات التي تقام هنا في مجلس حقوق الإنسان والتي تعرف العالم عن الانتهاكات والوضع نعم. الإنساني الذي تعيشه اليمن منذ ما يقارب الثلاث سنوات الأخيرة. نعم أستاذة هدى، معذرة أنا كنت أظن أنك في عدن لكنك في جنيف وسألتك عن المؤتمر الصحفي الذي دار في عدن. طيب أستاذة هدى، أيضا يعني الأهم النقاط أو أبرز ما ركزتم أنتم يعني كمنظمات محلية ويعني مهتمة بتقديم القضية اليمنية في مجلس حقوق الإنسان، على ماذا ركزتوا وما هو الملف الأكثر إلحاحا بالنسبة لكم وأيضا وجدتم تجاوب من قبل مجلس حقوق الإنسان مع هذا الملف؟ عموما نحن كمنظمات مجتمع مدني كافة الملفات الحقوقية هي تحت مجال اهتمامنا، منها الوضع الإنساني بشكل عام، منها زي ما قلت لك من سابق ملف تجنيد الأطفال في اليمن، كذلك الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، العديد من الملفات الحقوقية التي تم مناقشتها واستعراضها في هذه الدورة. نعم شكرا جزيلا لك المحامية والناشطة الحقوقية الأستاذة هدى الصراري، كنت معنا من جنيف. وعودة أخيرة إلى الأستاذ مطهر البذيجي. أستاذ مطهر، إذن يعني لا زالت هذه الفعالية قائمة في مجلس حقوق الإنسان ولا زلتم أنتم تشاركون في هذه الدورة، هل تعتقد بأن يعني ستحقق أنتم كمنظمات حقوقية معنية بهذا الشأن ستحققون المراد من حضوركم في هذه الفعالية، ستلمسوا تجاوب ما من قبل مجلس حقوق الإنسان أو المنظمات العاملة بهذا الشأن وينعكس ذلك على الواقع في الداخل؟ نشارك على مدى سنتين في كل أو في معظم الدورات مجلس حقوق الإنسان، ودعني أقول لك أن الاهتمام بالقضية اليمنية بدأ يتبلور بشكل كبير، وأن هذه الفعاليات التي ينظمها المجتمع المدني اليمني في جنيف كسرت الحاجز وحركت المياه الراكدة وبات الاهتمام مختلف وبدأنا نكسب شركاء على المستوى الدولي والإقليمي بشكل فاعل. هذه النقطة. النقطة الأخرى، نحن نطلع المجتمع الدولي على صورة ما يحدث بشكل دوري وبشكل مستمر، وفعاليتنا ليست مقتصرة على الندوات وإصدار التقارير، ولكن هناك آليات أخرى هي مقابلة المقررين الخواص وتقديم الحالات العملية لهم، إلقاء الكلمات وفي البنود المعتمدة للمجلس العشرة وفي الجلسات العامة، مقابلة وعمل اللوبيات والضغط للمندوبية الدول المؤثرة ومقابلة المنظمات الدولية المهتمة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان باليمن. نحن دشنا من يومين بداية فعاليتنا وسنستمر لمدة أسبوعين، ونحن نشكر كمان الإعلام الذي نعتبره شريك أساسي في إيصال أصوات المظلومين والمنتهكين إلى العالم. نعم، مقدار الحضور الرسمي ممثلة بوزارة حقوق الإنسان أستاذ مطهر هذه المرة في دورة مجلس حقوق الإنسان الأخيرة، هل هو بالشكل المطلوب؟ هل هو عند المستوى وحجم الانتهاكات التي يمارسها الانقلابيون في الداخل؟ التقينا مع وزير حقوق الإنسان وأعتقد أن هناك وفد رسمي، ولكن ما يهمنا أن تتلاقى الجهود. نحن يجب أن ننسق جهودنا لإيصال قضيتنا وصوتنا يعني بالتوازي من المجتمع المدني مع الحكومة مع المنظمات المستقلة والأخرى كاللجنة الوطنية المستقلة في التحقيق الانتهاكات، وتتلاقى هذه الجهود في إيصال الهدف الواحد. نعم شكرا جزيلا لك مطهر البذيجي المدير التنفيذي للتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، كنت معنا من جنيف. وشكرا أيضا للناشطة الحقوقية الأستاذة هدى الصراري، وكذلك الشكر لوزير حقوق الإنسان الأسبق الأستاذة حوريا مشهور. تقبلوا في اختام هذه الحلقة تحايا معد هذه الحلقة الزميل وديع عطا، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى، حفظكم الله والوطن، السلام عليكم.